في البداية تعالوا نقول الصلصة العادية بنحتاج لها ايه. عندنا الصلصة العادية 2 كيلو طماطم، لكل 2 كيلو طماطم معلقة صغيرة من السكر، معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من الملح، بس كده. ده اللي هنحتاجه علشان نعمل صلصة عادية جدا. ما حبيتش ان انا احط بنجر، ما حبيتش ان انا احط اي اضافات غريبة، تمام. احنا محتاجين حاجة واحدة بس، ان احنا ننقي الطماطم كويس. بمعنى ايه؟ يعني نجيب الطماطم تكون سليمة، ما تكونش خسرانة، ما يكونش فيها حتة مش مظبوطة. كل ده بيساعد على طول عمر الصلصة معانا، وتبقى نتيجتها كويسة جدا. كمان نختار الطماطم تكون حمرة جدا على قد ما نقدر، وفي طماطم بتبقى القشره بتاعتها من بره حمراء وللاسف من جوه بيبقى لونها ابيض. طبعا دي ما ينفعش خالص خالص ان احنا نشتغل بيها ونعمل بيها الصلصه، فلازم ننقي طماطم سليمه، طماطم تكون ناضجه مستويه يعني والدنيا تمام، بس ما تكونش فيها اي حته مش مظبوطه او مفتوحه او اي حاجه من الحاجات دي، نستبعدها تماما وناخد السليمه المستويه. خلاص، يبقى لكل 2 كيلو بنحتاج معلقه صغيره سكر، معلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره من الملح، تمام. دي علشان نعمل بيها الصلصه. طيب اول حاجه هعملها ايه؟ كنا عايزين يا اولاد حله كبيره شويه. تمام. طيب على بال ما الحله الكبيره تيجي، احنا هنشتغل في حله صغيره مش مشكله. طبعا كل ما هتعملي كميه كبيره هتحتاجي حاجه كبيره بقى تعملي فيها. هاخد هنا في الحله دي حوالي 2 كيلو من الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه طبعا هنغسلها كويس جدا جدا، وبعد كده هنقطعها عشان يسهل عليا ان انا لما احطها على النار تبتدي تنزل السوائل بتاعتها بكل سهوله. يلا بينا. زي ما انتم شايفين الطماطم غسلينها كويس قوي، قطعينها على 4، تمام. لونها احمر وجميل ازاي، تحفه، علشان تدينا نتيجه هايله. هاخد بقى حله افضي فيها الطماطم، قلنا لكل 2 كيلو طماطم هنحط معلقه صغيره سكر، معلقه صغيره ملح، ومعلقه صغيره من البابريكا زي الفل، تمام. فضيناها، تعالوا بينا بقى نحط كل الاضافات دي. ادي السكر وادي البابريكا، تمام، وادي الملح. انقل لكم الحله ولا تمام؟ تمام خلاص. وادي الملح، اوكي تمام. كده حطينا الاضافات اللي احنا قايلين عليها اللي هي بابريكا وملح والسكر. هرفع الحله على النار، على نار عاليه لغايه ما ابتدي الاقي الطماطم بدات تغلي. ههدي النار بقى من غير ميه خالص، لانك لو حطيتي ميه هتطول معانا كتير جدا، هي لوحدها هتنزل الميه بتاعتها وتبتدي تستوي فيها. حطينا الطماطم على النار، هنسيبها بقى تنزل ميتها وتبتدي ميتها كمان تقل خالص علشان ناخدها تبقى معانا بالشكل ده. بصوا بقى يعني بعد الخطوه اللي على النار دي، تعالوا نشوفها الاول. غسلنا الطماطم، قطعناها، حطيناها في حله على النار مع الملح والبابريكا والسكر. هنسيبها على النار تغلي، هتبتدي تنزل الميه بتاعتها، هخلي النار متوسطه واسيبها بقى لغايه ما تتسبك كده والميه دي تقل. هتبقى معانا بالشكل ده. طبعا ده بياخد وقت، فاحنا كنا عاملين الخطوه دي. بصوا معايا كده الطماطم اهي الى حد ما اتسبكت شويه. هبتدي اخدها بقى واعصرها في الخلاط. حطينا الطماطم اللي هي بعد ما قطعناها وضفنا لها الاضافات وحطيناها على النار واتسبكت وابتدت تنزل الميه بتاعتها وتتبخر تاني، حطيناها في الخلاط بالشكل ده. تعالوا بينا يلا ناخد الكلام ده كله ونضربه كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربنا الطماطم كويس قوي. في هنا اضافه ممكن نضيفها لو احنا قادرين نوفر الفلفل البلدي
اللي هو بيبقى كبير شويه اللي هو الفلفل الرومي الاحمر ده، برضو له اوان كده، فلما بيكون متوفر نضيف منه على الطماطم بيدي لون احمر حلو جدا، وكمان بيدي طعم حلو قوي. تعالوا بينا بقى بعد ما ضربنا الطماطم بتاعتنا في الخلاط هنبتدي نصفيها. طب فايده التصفيه دي ان احنا بنشيل القشر بقى خالص بتاع الطماطم، بنتخلص منه هو البذر. عيوني، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كده ناخد صلصة بيور خالص من غير بذر ولا قشر ولا اي حاجة خالص، هتبقى ناعمة وحلوة قوي في استخدامها بقى في اي حاجة، هتديك النتيجة روعة. يبقى اول خطوة ان احنا بنسوي الطماطم وهي متقطعة على 4 على النار، وبعدين بعد كده بعد ما تتسبك بنعصرها في الخلاط، بعد كده بنصفيها علشان نتخلص من القشر والبذر. شايفين اللي طلع ده؟ وتخلصنا منه القشر والبذر بتاع الطماطم ده، خلاص مش عايزينه. تمام، هتلاقوا معايا هنا ان الصلصة عاملة ازاي، بيور خالص، ناعمة جدا وجميلة. طيب الخطوة اللي بعد التصفية هتكون ان احنا هناخد الطماطم دي نحطها في حلة وعلى النار بقى تكمل التسبيك بتاعها. تمام، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ تحفة جدا. هنرفعها على النار بقى تتسبك تمام وتجف تماما اي ميه فيها علشان ناخد نتيجه 10 على 10. دي الطماطم اللي احنا حطيناها من غير اي سوائل، هي طماطم بس بدات تنزل السوائل بتاعتها اهو. لو الكاميرا هتجيبها لنا باينه معانا، مش عارفه، باينه. بصوا في ميه نزلت منها لوحدها بدون اي اضافات، بلاش ميه، بلاش تحطي اي ميه، ما تخافيش، هي هتنزل لوحدها، هتستوي فيها عشان ما تطولش معانا على البوتاجاز ونستهلك كمان غاز كتير. تمام، دي كده الطماطم في أول مرحلة ليها. بعد كده خدناها ضربناها في الخلاط، بعدين صفيناها، رجعنا تاني حطيناها على النار علشان تغلي ولسه برضو فيها شوية سوائل يتبخروا ونتخلص منهم تماما. وبعد ما تتسبك خالص خالص ما يبقاش فيها أي سوائل، تلاقي القوام بقى تقل كده وظبط معاكي، بنرفعها من على النار علشان نبدأ نسيبها تبرد ونعبيها في برطمانات تكون نظيفة معقمة وناشفة جدا علشان نبتدي نشيلها في التلاجة لو هستخدمها في خلال شهر. تمام، طيب انا عاملة كمية بقى هستخدمها لسه قدامي، ورمضان ان شاء الله جاي وكده، اكياس بتاعت التلاجة وفي الفريزر على طول، هتقعد معاكي فترة يعني اكتر من 3 شهور مش هيجرالها اي حاجة. طيب لو انا بقى حابة اريح دماغي بقى خالص ومش عايزة اعمل كل الشغل ده تمام، وعندي مكان فيه متسع بقى في الفريزر ان هو يشيل معايا الكمية اللي انا حابة ان انا اخزنها، هتكون الطماطم سليمة زي ما انتم شايفين كده. هنجيب اكياس تلاجة وابتدي احط في كل كيس على قد الطبخة بتاعتي، طبعا انا كل واحد عارف هو بيحتاج قد ايه فهيحط في الكيس على قد الوجبة. هي مشكلة النوع ده من التفريز انه بيحتاج مساحة، يعني طبعا لما اشيل طماطم متسبكة حبة قد كده مش زي ما اشيل كيلو طماطم قد كده، طبعا ده بياخد معايا مساحة، فلو عندي مساحة وحابة اريح دماغي هعمل كده، اما لو ما عنديش مساحة فهتبقى اللي احنا عملناها في الاول بطريقة التسبيك دي هتبقى افضل كتير. هنقطع الطماطم وابتدي احطها في الكيس. بالظبط ده اللي بيحصل، استاذ حمدي بيقول لي لما بنشيل الطماطم في الفريزر وهي سليمه كده، لما بنيجي نطلعها علشان نضربها طبعا بنسيبها تفك شويه فبتبتدي تنزل ميتها، ده شيء طبيعي جدا جدا، احنا بقى بنضربها بميتها بكلها كده ونحطها ونبتدي نسبكها عادي جدا. لا لا مش خسرانه طبعا، ممكن كمان تشيليها سليمه خالص بدون ما تعملي فيها اي حاجه، يعني من غير كمان تقطيع. تمام، ده على حسب راحتكم. خلاص يبقى كده عرفنا طريقه تانيه للتفريز، وهي انك بتشيلي الطماطم بدون ما تعملي فيها اي حاجه، وزي ما قلنا عيب الطريقه دي ان احنا بنحتاج بقى مساحه كبيره في الفريزر علشان تكفي كميه الطماطم اللي انا عايزه اخزنها.
اظن كده الدنيا وضحت، وعملنا تسبيكه الطماطم او الصلصه بتاعه الطماطم العاديه خالص بدون اي اضافات، اللي اقدر اخدها اعمل بيها اي حاجه ما فيهاش طعم مختلف ولا حاجه. خلاص احنا سايبينها على النار تتسبك. خلاص الصلصه بتتسبك عندنا على النار، اقدر دلوقتي ان انا ابتدي اخد منها بقى واعمل حاجات تانية. اقدر اعمل صلصه بيتزا، اقدر اعمل صلصه المكرونه والكشري، اقدر كمان اخد منها واعمل الكاتشب. تمام، بما اننا بقى بنعمل الصلصه فنعمل الحاجات دي كلها ونحتفظ بيها عندنا، هتنفعنا وتوفر عندنا وقت كبير جدا جدا. اطلع كيس الصلصه واسلق المكرونه ويلا على طول يبقى خلصنا، مفيش 8 دقائق بالظبط اللي هم وقت سلق المكرونه. البيتزا برضو من الحاجات اللي بنقعد نعمل لها صلصه، فكده برضو هنوفر وقت كبير في عمايل الصلصه. الميه بتاعت الطماطم طلعت وغطت الطماطم من غير اي اضافه سوائل، ما حطيناش ميه خالص، وده المطلوب علشان ما تطولش معانا على النار. وهنسيبها زي ما قلنا تتسبك كويس جدا، هناخدها بعد كده نضربها في الخلاط، بعد كده نصفيها كويس قوي عشان نتخلص من البذر والقشر، وهتبقى معانا بالشكل ده. بصوا معايا كده طماطم بيور جدا زي الفل، وحطيناها تاني على النار علشان تتسبك وتاخد القوام المظبوط، ما يبقاش فيها اي سوائل. تمام زي الفل، ولونها حلو قوي. طبعا كل ما بتقعد على النار وبتتقل كل ما كمان لونها بيغمق. من وقت للتاني لازم ان احنا نقلب الطماطم اللي عندنا على النار عشان ما تشطش من تحت وتغير لي طعم الصلصه. شايفين هتستوي بقى، التسوية دي بتساعد لما نحطها في الخلاط ونضربها ان احنا ناخد منها اقصى استفادة، على عكس مثلا لما نضربها وهي نية في الخلاط وصفيها ما بناخدش اقصى حاجة من الطماطم. تمام، فالتسوية دي بتساعد الخلاط ان هو يفرمها لي كويس جدا جدا، تبقى ناعمة، ولما اجي اصفيها ما بتهدرش معايا حاجات كتير، يا دوبك هو القشرة وكمان البذر. وهنا كمان نقلب برضو من فترة للتانية الطماطم اللي احنا سايبينها تتسبك زي الفل. عملنا مع بعض الصلصه العاديه جدا جدا اللي ما فيهاش اي حاجه، يا دوبك بتطلعيها من الفريزر تستخدميها في اي نوع خضار انت عايزه تعمليه. وعبينا الصلصه ولازم تتعبى بعد ما تبرد تماما. تمام، تقدري زي ما انتم شايفين كده تحطيه في برطمان، هو برطمان واحد، تحطيه في الثلاجه من تحت، لما تخلصي تبتدي تنزلي اللي انت شايلاه في اكياس في الفريزر. يبقى الطريقه الافضل ان احنا نحط في اكياس في الفريزر على قد الاكله بالظبط. تمام، احنا محتاجين ان احنا نفضي بس الهواء شويه، نفتح كده نفرغ الهواء. اولا عشان نحفظ الطماطم عندنا زي ما قلنا في كذا طريقه للحفظ على فكره، مش بس التسبيك او التجميد، لا في تجفيف وفي حاجات كتيره جدا، بس احنا النهارده قلنا طريقتين اللي هي التسبيك اللي احنا عملناها على النار، او التجميد ان احنا نحط الطماطم بعد غسلها وتجفيفها قطعناها على اربعه وحطيناها في اكياس زي ما هي بدون ما نعمل فيها اي حاجه خالص، وحطيناها في الفريزر اهي بالشكل ده زي الكيس ده كده، نقدر ان احنا نحفظ الطماطم بالشكل العادي بتاعها من غير ما نعمل فيها اي حاجه. بس زي ما قلنا الطريقه دي عيبها الوحيد ان هي بتاخد مساحه كبيره في الفريزر، وده مش مطلوب طبعا لاننا بنبقى محتاجين ان احنا نحط حاجات تانيه. علشان كده سبكنا وعملنا الطريقه التانيه اللي احنا قلنا عليها علشان نحتفظ بكميه كبيره في مكان صغير. طيب عملنا ايه بقى من البدايه؟ نقول بقى الصلصه العاديه خالص اللي بدون اي اضافات اللي هنستخدمها في كل حاجه، مش محتاجين بقى طعم معين او اضافه بهارات معينه. فمقاديرها كانت عباره عن ايه؟ لكل 2 كيلو طماطم حمراء مستويه ما فيهاش اي عطب، ما فيهاش اي حته خسرانه، هنحتاج لها معلقه صغيره سكر، معلقه صغيره ملح، ومعلقه صغيره من البابريكا. هجيب الطماطم هغسلها كويس جدا جدا واقطعها على اربعه واحطها في حله واحطها على النار مع اضافه الملح والسكر والبابريكا بدون اضافه ميه. تمام، هنحطها على النار ونار عاليه، هتلاقيها ابتدت تنزل السوائل بتاعتها، هدي النار شويه ومن وقت للتاني تقلبي فيها علشان ما تلزقش وتشيط وتغير لك طعم الصلصه. اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده استوت والدنيا بقت تمام. طب فايده الخطوه دي ايه؟ فايده الخطوه دي ان انا لما اضرب الطماطم في الخلاط هاخد كل الـ يعني نقول ايه،
الطعم وكل اللحم بتاعها ما يتسبش منه اي حاجه خالص، ونصفيها فيفضل لي البذر والقشر من غير اي حاجه تانية، فمش هنهدر منها كتير. هنتخلص من القشر والبذر بعد تصفيه الطماطم ونحطها تاني على النار علشان تتسبك ويبتدي القوام بتاعها يتقل ونتخلص من كل السوائل اللي فيها. بصوا معايا كده، حاضر يا استاذ حمدي، بصوا الشكل خلاص اتسبكت، القوام بقى سميك بالشكل ده واللون بقى حلو جدا. وقلنا عشان اللون يطلع معاكي 10 على 10 لازم تختاري الطماطم من بداية حمراء ومستوية كويس جدا.